الاسم ديالي ابتسام المري، عندي 32 سنة، كنشتغل كوم غوفيرنونت دوتيل. مهنة غوفيرنونت دوتيل هي مهنة اللي كتظهر فيها لا غوفيرنونت على الراحة التامة للزبناء. الميسيون برينسيبال هي جيري ان جروب دي فام شومبر et aussi travaille en collaboration avec la réception et le contrôle de maintenance, le contrôle de ce qui est plomberie, électricité, aussi la peinture, la propreté et tout ce qui concerne la satisfaction des clients. Donc les clients recevront tout ce qui est parfait dans la chambre. بالنسبه للانفيرونمون دو ترافاي هو جو مزيان عائلي بحكم ان دوزت معهم 5 سنين 5 ans دونك سي با مال دونك تكونت بيناتنا علاقات صداقه كنتعاونوا في الخدمه كون في الانتيريور كالاكستيريور. بالنسبه للكومبيتونس دان غوفيرمون دوتيل خاصو تكون لورغانيزاسيون هي مهمه بزاف، خاص تكون عنده روح تواصل مع الاخر وخصكون توجور سوريون يكون سواء مع الاصدقاء ديالو في العمل او مع الزبناء، وخاصو يكون يجيري لو ستريس ديالو حيت اون باس دي بيريود اللي كتكون فيها الخدمه بزاف، دونك يكون متمكن في لو ستريس ديالو ويكون اي اوسي سواني لي بوتي ديتاي، دونك خاصو يركز على النقط الصغيره اللي باش يصير على راحة الزبون. بالنسبة ليفوليسيون دو ميتيي دو غوفيرنونت يعني كتحس براسك كل يوم كتطور من شخصيتك من المعارف ديالك، بكون انك تلقى مع ناس جداد، ما كتعرف لغات جديدة، كتحاول تنمي ثقافتك وكتبدا كوم اسيستون دو غوفيرنونت. وابخي ملي كتديفلوبا من بعد ليكسبيريونس ديالها كتولي غوفيرنونت جينيرال. بالنسبه لا فورماسيون اللي درت يعني ابخي مون باك درت لا فاك، من بعد عامين ديال لا فاك درت لا فاك درت لا ليتيراتور فرونسيز، لقيت راسي انني ممكن نعطي اكثر في المجال ديال التوريزم، درت ان ديبلوم دو ماركتينغ توريستيك اللي قريت فيها عامين في ليكول دوتيلري اي دو توريزم دو مراكش. الكونسيل نقدر نعطي لي جون هما يشوازير لو سيكتور دو تيلري اي دو توريزم حيت فيه افاق وحيت كيشوف حيت كنشوفوا اصلا ان الحمد لله بلادنا ولات كتعرف مجموعه من التجهيزات السياحيه غادي ممكن يدخلوا للدومين ويحققوا داكشي اللي تمناوه.